موجز لأهم الأنباء وهذه أبرز محاورها. اندلاع النيران بأجزاء من سوق المركب التجاري بالناظور. انقطاعات الماء تعكر موسم الاصطياف بمدينة السعيدية. وساكنة الناظور تستنكر أعمال التخريب التي تطال أماكن سياحية بشواطئ الإقليم. وريال مدريد يغلق الباب أمام رغبة رونالدو في العودة إلى الفريق. إلى التفاصيل، أهلا بكم من جديد. شهد سوق المركب التجاري بمدينة الناظور يوم أمس اندلاع 3 حرائق متتابعة، الأول بالسوق المركزي والثاني بالقرب من ساحة سوق المركب والثالث داخل السوق. وأظهر شريط فيديو تم تصويره لحظة اندلاع النيران إخماد ألسنة اللهب من طرف التجار وسط ذعر وخوف الجميع من تكرار سيناريو الحريق الذي شب بسوق المركب التجاري ما تم العام الماضي. وذكرت مصادر مطلعة أن سبب اندلاع الحريق يرجع إلى شرارة كهرباء نتجت عن تماس كهربائي. وتعاني مدينة السعيدية خلال الموسم الصيفي الحالي من مشكل الانقطاعات اليومية المتكررة للماء الصالح للشرب على المنازل ببعض الأحياء بسبب انخفاض صبيب هذه المادة الحيوية تزامنا مع فصل الصيف وتوافد مئات السياح من داخل وخارج أرض الوطن على الجوهرة الزرقاء. واصطدم زوار المدينة السياحية بمشكل انقطاع الماء الصالح للشرب عن حنفيات المنازل التي يقومون باستئجارها لقضاء عطلتهم الصيفية. استنكرت ساكنة مدينة الناظور وفعاليات جمعوية داخل وخارج الوطن أعمال التخريب التي طالت أماكن سياحية بمنطقة شاطئ كارابلانكا وتشارانا، شوهت جمالية هذه اللوحات الطبيعية الساحرة. وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق لأعمال التخريب التي شوهت المعالم السياحية الطبيعية بالمنطقة من خلال كتابات بألوان مختلفة. وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بتدخل السلطات وتعزيز المنطقة بالقوات المساعدة وإعادة إصلاح هذه المعالم التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح خلال موسم الصيف. ونختم بهذا الخبر الرياضي. بعدما قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ما يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث عن فريقه المقبل. وحتى الآن يغيب الدون عن تحذيرات الشياطين الحمر للموسم المقبل، كما أن إدارة النادي اقتنعت بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مصمم على المغادرة. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن رونالدو يريد الفوز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وتحطيم الأرقام القياسية للتفوق على منافسه الأرجنتيني نيولين ميسي. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. للمزيد من التفاصيل يرجى تصفح باقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى وزيارة موقعنا الإلكتروني. بقية أوقات ممتعة.